شو طايف؟ شو الوضع؟ الضغط 90/70 ودقات القلب 140، الحرارة 39.5 عم تدخل بصدمة إنسانية. النسيج النخري أكتر مما توقعنا. رح ننزله 5 ميلي جرام أدرينالين فورا. استاذي سلوى جهزوا الرقم 2، يلا بسرعة. تمام استاذ. ما في عنا وقت بنوب، يلا بسرعة لشوف. جاهزة؟ جاهزة. يلا بسرعة شباب، بسرعة دورو. يلا شباب يلا بسرعة. عفوا استاذ تانجو، بليز هانم عم تدور عليك، في اجتماع طارئ مشان الميزانية. لا تقلق استاذ تانجو عنا. طيب إذا اجيتي لعندي مرة تانية هيك رح ازعجك. استاذ أنا شو إلي علاقة؟ بليز هانم. سكتي غولين ولا صوت. فهمت فهمت، رح خبره فورا. استاذ. نعم. جانا حادث سير. كم شخص؟ شخص واحد وطار من الشباك، بس الأستاذة فريدة عندها عملية والأستاذ فرمان بغرفة العملية. طيب اتصلي بفريدة خليها تروح على قسم الصدمات، وأنا رح شوف سيفيلاي أصلا هي مريضتي. تمام؟ وخبري بليز خانم أني ما بقدر روح، خليهن يستنوا. تمام؟ أستاذ فرمان؟ أستاذ قبل ما تبلش بالعملية ولما أخذت المشرط ترددت. ليش ترددت استاذ؟ بعد ما بلشنا ما عاد في رجعة ابدا، لهيك حبيت راجع الاجراء براسي مرة تانية. بس انت فكرت لوقت قصير كتير، يعني ما بتلحق ابدا انك تراجع الحالة بهالوقت؟ مو انت الوحيد اللي عندك مشاكل، وانا كمان. انا وبليز انفصلنا. لا تواخذني، بس شو علاقة هالشي بالعملية؟ كيف يعني شو علاقته علي؟ أنا متضايق كتير وما حبيت هالشي يأثر على شغلي، فهمت هلأ؟ علي عن جد أنت ما عم تتأثر أبدا؟ انفصلتوا عن جديد؟ أنا زعلت لبين ما أخذت قراري مزبوط، بس بعدين أنا اخترت، يعني شو فاقدت الحزن؟ عن جد أنا بتمنى أني يكون مكانك أحيانا. بظن أنه هذا مديح. شكرا استاذ. سلوى شو الوضع؟ مستقر استاذ. طالعنا كميه كبيره من السيليكون استاذي، مو طبيعي ابدا. في فقدان انسجه بنسبه 60-70%. يا شباب انتوا انقذوا اللي بتقدروا تنقذوه. دروق انت خود الوريد، نازلي انت انتقلي على الفك. هذا المكان تمام وهون نضيف استاذ. يلا لكان خلونا نسكر الجرح. شو صار؟ دقات القلب عم تنزل 70. مو معقول تكون صدمة انتانية. ممكن يكون مصدرها سوء التغذية. مصبوط، نظامها كتير ضعيف، عندها حساسية تجاه التخدير، لازم فيقها فورا. لا تخبص، ما بقدر سكرها هيك. يلا بسرعة ما عنا وقت بنوم. بس وضعها خطير استاذ. قلتلك ما بقدر سكرها هيك، نازل يعطيني المقص. يلا بسرعة. دقات القلب 60. ما رح يمشي الحال استاذ. صارت 50. 40. هيك رح نخسر المريضة. ليش هيك صار؟ خلونا نسكرها استاذ. بعرف بعرف رح يكون وضع سيء، أكيد رح نلاقي شي طريقة. دروك ما عم بقدر أتمالك حالي، لساتها بنت صغيرة.
انت منيحة؟ انا بعرف انت ليش عم تبكي، اعصابك تعبانة، يلا تعي. روح معي. نسيتي هاي، وقفي شوي. أنا قديش ضليت برات هاد؟ 16 دقيقة. نظفنا كل المنطقة اللي كانت ملتهبة، وهي خلصنا. لا تروح، مر وقت طويل كتير وما حدا قرب مني لهالدرجة. انتي ليش ما عم تشوفي عائلتك؟ بسبب هالمرض. بالعادة ما بقدر اتفاهم انا وامي، ما بنقدر نضل 5 دقايق بدون ما نتخانق، بس انا كتير اشتقت لها ولأبي كمان ولأخي. أنا اشتقت لهم كتير. بتقدري تشوفيهم من مسافة آمنة؟ صعب دكتور، بشوفهم بس ما بقدر ألمسهم ولا بقدر أعانقهم ولا حتى بقدر أطلع معهم برات البيت. ما بقدر روح على أي مكان منهم، حتى النفس بخاف منه. أنا بخاف من كل شي دكتور. كأنه كل العالم أعدائك. مزبوط، كانوا كل العالم أعدائي. أنا عندي توحد وعشت كل حياتي بهاي الطريقة. لا تقلي رح أتعود، أنا ما بقدر أتعود إني أعيش بهالطريقة أبدا يا دكتور. أحيانا بقول لحالي خلص اطلعي لبرا، بدك تمرضي مرضي مو مشكلة. المشكلة مو بالمرض، المشكلة بالخوف. أسوأ شيء هو الخوف. لا تبكي، تمام؟ اهدي شوي. شو عم بيصير؟ كأنه بلش راسي يدور. نبضك كتير سريع. شو؟ ظن انك انصبتي بعدوى. يا شباب لا تواخذوني رجاء، على الاغلب رح تتحملوني هيك لفترة. ناضلي شو هالحكي هاد؟ شو ما حدا غيرك عانى من عذاب الحب؟ انتي هلا انتي عانيتي من عذاب الحب؟ انت ليش قاعد معنا؟ إذا كنتوا عم تحكوا عن عذاب الحب احكوا عن حالكم، لأنه أنا ما بزعل، بالعكس مثل علي. دروك لا تقول هيك، علي مختلف عنا، ما بيقدر يظهر مشاعره. هالشي ما بيعني إنه ما بيزعل ابنه. علي، علي أنا لازم لاقي الأستاذ فرمان. كان هون بس هلأ راح. علي أنت شو عملت؟ بشو؟ شو عملت بالبيت؟ استأجرت بيت، رح انتقل اليوم. هيك فورا؟ أنا فكرت فكرت انه انت ممكن
شو؟ ممكن تغير رأيك وترجع على بيتك. استأجرت بيت غيره ورح انتقل اليوم. شكرا لك لأنك فكرتي فيني. لازم لاقي الأستاذ فرمان. ناظر، أنا قلت لك علي مو فارقة معه بنوم. على أساس كان رح يرجع بس مو فارقة معه أبدا. لا، هذا الشي ما نصح ابنه. نازلي هو كمان زعلان، زعلان كتير. دروك انت شو عم تعمل؟ شو عملت؟ كيف يعني شو عملت؟ البنت زعلانة، لا تزعجها انت كمان. ما فهمت انا شو ساوي. انت مريض شي؟ يلا روح على شغلك، لا توقف هون. استغفر الله العظيم، شو عملت لكم انا؟ يلا روح على شغلك. خلصني علي وبيطلعوني الغلطان. والله ما فهمت ليش بيعصبوا مني، الواحد ما لازم ينصح حدا. ليك فرمان، انا عم مد لك ايدي لاخر مره. انت عم بتعاملني هيك لانك انفصلت عن بيليز. اذا بدك انا بحكي لك معه. اهتمي بشغلك انسه فريده وتركيني اشتغل. استاذ الحق قول شه. شو صار؟ حرارتها 39.8 وضغطها 80/60، عم تظهر أعراض تعفن الدم. بلشوا بمصل مناعة فورا، انزيم جي ام وسي اس اف بسرعة. إذا خلصت كلامك أنا بدي أهتم بالمريضة تبعك. تمام؟ أستاذ عندي فكرة. أستاذ نحن منقدر نعمل أكتر من معالجة العدوى، معالجة التجديد. ناخد خلايا جذعية ومنستخدم ناقل فيروسي لنبعت حمض النووي للمورث، وبهالطريقة بتتعافى قول شه تماما. رح نعطي فيروس للمريضة وإذا ما مشي الحال رح تموت، واحتمال إنها ترفضه لأنه هالعلاج قوي كتير. لهالسبب نحن رح نعالج العدوى. بس أستاذ هاي العدوى رح تخلص وتبلش عدوى جديدة، وبعدين رح تبلش عدوى غيرها، وهيك لحد ما تقتلها شي عدوى. أستاذي المريضة تجاوزت عدوى من قبل ولا لا؟ تجاوزت ما هيك؟ بس كل شي عم تتعذب كتير يا أستاذ، ما بدها تعيش هيك حياة ابنه. العلاج التقليدي دائم عملوه. المريضة إلي. ليك أنا ما بفرض عليك حالي كوني رئيسة قسم، بس أنا بقدر إني قرر أي إجراء رح يتطبق بقسمي. عم تفهم علي؟ أنت اللي بدك هالشي فرمان. شو صار؟ ليش سكتت؟ على الأغلب أنت متضايق عاطفيا. إذا ما كنت حابب تكمل بالحالة بقدر أعطيها لعلي. ما فهمت. إيه رح أعطيها لعلي، لأنه علي ما عنده مشاعر بعكسك تماما. بلا أنا عندي مشاعر. انت شو عم بتحاولي تعملي؟ يلي قلته حضرتك. عم بهتم بشغلي فرمان. قبل ما تروح العدوى من مريضتي ما رح اسمح لحدا يلمس شعره منها. رح نسأل المريضة وهي اللي رح تاخد القرار. مفهوم كلامي؟ نازلي تعبانة يا شبا، وأنا كمان من غبائي قلت لها أنه علي رح يرجع لها. لا مو معقول. بالنهاية هاي الأمور هيك رح تكون، يعني في علاقات بتستمر وفي علاقات كمان تنتهي بعد فترة. مشان الله شو هالحكي هاد قونيش؟ آه ليش أنا قلت شي غلط يعني؟ يا شباب تعرفوا شو؟ علي مثل الحجر، حجر. عم يتصرفوا كأنه ما حبوا بعض. لك مانو زعلان أبدا. معقول يكون عم يمثل؟ مين علي؟ علي بده يمثل؟ ما بيعمل هيك. يعني إذا بده يعمل هالشي أنا متأكد إنه ما بتزبط معه ابنه. أنت شفتيه اليوم الصباح؟ إيه شفته. بس إذا أنت كنت بتقصدي إني شفته زعلان لو هالقد ما شفته. والله برافو عليه، الزلمة تجاوز هالقصة كأنه ما صار معه شي أبدا. عن جد إنه بطل. وأنا هيك رأيي كمان. معك حق. مزبوط. عم قول الحقيقة. شو؟ حبيبتي عذاب الحب بشع كتير، وعلي ما عم يعاني منه أبدا، عم يركز على حالي مثل الوحش. يعني هو هلأ عم يفكر بالشغل وبس. لقيتها، لقيت الحل. ديمير ليك انت رح تراقب علي، يا ترى هو عم يمثل علينا ولا عن جد ما نفرقان معه بنوب. انت رح تراقبه وتعطينا تقرير بهالشي تمام؟ شو الحكي يا عشلي؟ انتي عم تحكي عن جد؟
حبيبتي لا تخليني اتصرف مثل البنات لو سمحتي. ايه طيب، يا اما رح تعمل هيك او رح تدفع الثمن. انا ما رح قلك شو هو الثمن لاني بعتقد انه انت بتقدر تستخدم قوة مخيلتك. تقدر معي؟ لو سمحتوا خلونا نحل هالقصة مع بعض. مشاعر اعز رفيقة عندي ابدا ما انا لعبة. طبعا اش البنت منهارة عم تبكي طول الوقت. خليك عم بتراقبها هلا وخبرني شو بيصير. ماشي دروك؟ تمام استاذي. قول شي. لا اهدي شوي، مو هلا. صار معك صدمة انتانية واضطرينا ندخلك على العملية. انت منيحة؟ ايه. كيف وضع وشي؟ الخبر الحلو انه نحن قدرنا ننظف كل الانسجة النخرية يلي بيوشك وادوات السيليكون. تمام. والخبر السيء؟ الخبر السيء صار معك حساسية من التخدير ولهالسبب اضطرينا نوقف العملية من نصها وما قدرنا نشد وشك ولا قدرنا نعالج شفايفك. شو؟ ما في مراية هون؟ أعطوني مراية. سيفيلاي اهدي شوي، هالشي مو لصالحك أبدا. طيب ماشي، رح أستخدم كاميرا تليفوني. سيفيلاي شو صار لك؟ رح تسمعي كل شي بدي أقوله. تمام؟ ليكي أنا ما رح أكذب عليكي، وشك وضعه مو منيح بنوب. بالأول خلينا ننهي كل شي وبعدين بخليكي تتفرجي. طيب ممكن تعطيني التليفون؟ ما رح أتفرج خلاص. آسفة ما عم صدقك بنوب. بس ما إلك حق تعملي هيك أبداً. على فكرة ما بدي يصير أي غلط مثل المرة الماضية. حاضر. بدي إياكي تنتبهي كتير منيح. تمام؟ شكراً إلك. بدي أحكي معك بموضوع. وأنا عن التفاصيل، عن ليلى والشغلات اللي رح نعملها بالبيت. ايه أكيد رح مر المساء. اتصل قبل ما تجي رجاء. يعطيك العافية. بعرف انتم مفكريني مهووسة بالتجميل مو هيك؟ أكيد انت عن جد مهووسة. دروك شو؟ هي اللي قالت. ليش عم تعملي هيك؟ انتي بنت حلوة كتير، كوني حالك وبس. بدي اقول لك شغلة، تليفونك معك؟ ايه معي، بس ليش؟ طيب في مجال تدور بالنت عن الحالة السابقة لسيفيلاي سيلاجي؟ رح شوف. الحالة السابقة. معقول؟ هاي انتي؟ ايه لما كنت بالثانوية وهلأ بدك يعني ارجع مثل ما كنت؟ من زمان ما شفت فرجيني. الطلاب كانوا يتمسخروا علي دائما وما كان عندي رفقات أبدا. كنت أكره حالي كتير. الثانوية كانت بشعة. بعدها نزلت 30 كيلو. تعرفوا شو اللي صار معي بعدها؟ بلشوا الناس يحبوني وصار عندي رفقات كتير. كلهم صاروا يتقربوا مني، حتى انه في شخص انعجب فيني. وانتي قلتي لحالك كل ما كنت حلوة كل ما الناس حبوني. ما في هيك شي بنوب، لو الجمال مهم كانت نازلة الحلوة انحبت.
انت قلتي لحالك اذا صرت حلوه ما رح ضل وحيده، بس انت هيك عم بتضري حالك سيفيلاي، لا صديق ولا حبيب كمان، لاني ما عم بقدر ابنهم، ما عم بقدر صير حلوه ابدا مثل ما انا بدي. لا كلامك مو مزبوط، مو هاد هو السبب. تمام، في شي تاني، خلينا نطلع، في سبب تاني. امشي دروك، يلي عم تقوليه مو صحيح. يلا دروك، يلا سكروا الباب. شوفي ليش خليتيني اطلع؟ لانك ما عم تفهم بنوب، هم البنت مو انه يحبوها الناس، هي ما عم تقدر تحب حالها، ما عم تقدر تفكر باي شيء غير انها تصير حلوه، ما قرأت كتب ولا طورت حالها بشي هوايه، ما عم تقدر تكون مبسوطه لحتى تشوف حالها حلوه. انا ما عم بفهم هالشي. اصلا ما رح تقدر تفهم. ليك العالم سيء كتير، البنت عم بتحاول تكون مبسوطة، عم بتحاول انها تحس حالها بخير دوروك. ما عم بفهم هالشي ابنه، لازم تكونوا مبسوطين دائما؟ احيانا بتحسي حالك سيئة، سيئة كتير، بتتحملي وبتهتمي بشغلك وبيروح، ليش بتحبوا تكونوا مبسوطين؟ ما عم بفهم دوروك. زعلوا بس ليومين، بس ليومين لا تكونوا مبسوطين، ما رح تموتوا، لازم تكونوا مبسوطين ولازم ما نزعل أبدا. وين المشكلة؟ زعلوا شو رح يصير يعني؟ ما في داعي تكونوا مبسوطين دائما. صح العالم بوضع سيء، في كوارث وفي أوبئة وفشل عاطفي، معك حق، تمام مزبوط هالشي، منزعل ومنبكي على هالوضع، ما رح يصير شي لا تقلقي. أنا آسف نازلي. ما في شي، أنا منيحة، تمام دروك معك حق، أنا بدي ضل لحالي شوي. ليش هيك حكيت أنا؟ وقفوا على مهلكم شوي شوي، هي مهمة كتير بالنسبة لي لو سمحتوا. ايه شوي شوي رجاء، على مهلكم. علي يلا بسرعة فوتوا لجوا، مو مهم ابدا، يلا فوتوا فوتوا فوتوا، يلا بسرعة بسرعة. علي في مجال تفتح الباب؟ انا ماني فاضي. كيف مالك فاضي؟ شفتك ما عم تشتغل شي. مبلا عم بشتغل، بس انت كتير عم تضوج. شو اعمل عم بنتقل، بس ما ضل كتير لا تقلقي، تحملي. توعدني؟ عندي كم صندوق رح افتحهم وبعدين انا رح نظف الارض وامسح الغبرة وخلصنا. بلشت اتوتر، في مجال تفتح الباب علي؟ ليك بضل واقفة هون للصبح ما بتحرك ابدا. وانا بضل هون للصبح، تمام يلا. اي يلا أخي. نحن لازم نروح. تمام. والله بيت أخي أرهان كان أحلى، بيتك بلا ذوق أبداً. أنت اللي عندك ذوق يعني؟ لا تخبس، أنا شغلتي التصميم. معناتها أعطيني شي فكرة. بالحقيقة ناقص لون، بتعرف هالشي؟ في شغلات كتيرة كنت بدي ساعدك بس ما عندي وقت بنوب. للأسف ما رح أقدر ساعدك بنوب. Thank you.
دائما بتطالعي صوته وانت عم تاكلي؟ ما حبيتك ابدا يا علي وفا. شوفي دوروك. طلعي خليني وصلك. ليش بدك توصلني؟ ولا شي، تغيير جو. يلا نازلي طلعي خليني وصلك على البيت، بتغيري جو. لا أنا بدي روح مشي، ما بحب الموتور كتير. طيب مثل ما بدي، أنا رح أتسمع موسيقى وأتفتل شوي. ايه تصبح على خير. وانت بخير. وين حطيت تليفوني؟ معقول نسيته فوق؟ لو سمحتوا انتبهوا على الموتور، رح اطلع دقيقتين وارجع فورا. ايه تمام دكتور، لا تقلق. تمام يا حضرة الدكتور دورو، انت من جماعة النقش على شكل ال ولا من جماعة هذا النقش؟ أظن أنك حاطت هيك رمز كلاسيكي. إن شاء الله يكون وشي حلو كتير. يا رب يكون حلو، يا رب يرجع مثل ما كان من قبل، يا رب ساعدني يا رب. سلوى والله رح جن، انا تركت تليفوني هون شي، كان بالشحن اخر مره. لا دوروك مو هون، انا ما شفته. استغفر الله، ومانو بغرفه المساعدين؟ معلش دقيلي لحظه شوي. عميرين عميرين بس وين؟ وين بده يكون؟ خليكي عم تدقي. Thank you.
سيفيلاي. شو عم يساوي تليفوني هون؟ سيفيلاي؟ سيفيلاي عم تسمعيني؟ سلوى تعالي بسرعة!